أيها الأعزاء تقبلوا مني أجمل تحية وأهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية بالنسبة للتحاليل المناخية تبين دائما نقول امتداد مرتفع جوي بالنسبة للشمال الجزائري هذا دليل مشاهدينا الكرام امتداد مرتفع جوي قادم من المحيط الأطلسي بينما سينخفض قليلا بالنسبة لأقصى شرق الوطن فعلى سنزيد العبور بعد السحب ولكن تبقى دائما سحوب بدون فعاليه بالنسبه لكل هذه المناطق جو مشمس تماما يبقى يميز تقريبا كل الجنوب الجزائري درجه حراره القصوى هي الاخرى تبقى نقول معتدلة نوعا ما ننتظر فعلا ما بين 15 درجه و 20 درجه راح نسجلوها على معظم الولايات الشماليه يعني بذلك بين المدن الداخليه وحتى بالمدن الساحليه ادنى حراره راح يسجلوها بمرتفعة الصيف مع 15 درجة وأقصى راح يسجلوها بعنبة حتى بمدينة وهران مع 20 درجة مئوية بين جنوب الجزائري حرارة ما بين 18 درجة و20 درجة راح يسجلوها على خط الرابط ما بين حسيم سعود إلى غاية إليزي عين منص وحتى بجانات هذا بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة مشاهدينا الكرام لليلة القادمة إن شاء الله راح نسجل تحسن ملحوظ في عدد الطقس على تقريبا كل المدن الشمالية بالجنوب الجزائري ستضرب بعض السحب لكن بدون فعالية بوسط الصحراء هي الأخرى بسحوب تبقى دائما بدون فعالية أي السحب عابرة تبقى تميز كل هذه المناطق دائما أثناء الليل دائما أثناء الليل درجة الحرارة الدنيا هي الأخرى تبقى منخفضة أثناء الليل ننتظر في الحرمة بين ربع درجات فقط وسبع درجات أعتقد من كل المدن الداخلية إذا لاحظ تبقى دائماً منخفضة بالنسبة لمعظم الولايات الداخلية الشرقية كباتنا تبسة حتى بخنشلة وحتى بسوقراش ونحن حرارة ما بين ربع درجات وخمس درجات مئوية تم درجات بالنسبة لبشار سبع درجات بالنسبة لعيد مناش حتى بجانت. 11 درجة ب مدينة تندوف هذا بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليلة القادمة إن شاء الله مشاهدينا الكرام أو خلال بالنسبة دائما بالنسبة للليلة القادمة خاصة للملاحة والصيد البحري راح دائما تموج أعتقد من طول الشايط الساحلي هذا راجع مشاهدينا الكرام إلى هبوب رياح معتدلة نوعا ما أعتقد من طول الشايط الساحلي رياح دائما غربية في بعض الأحيان جنوبية غربية والرؤيه تبقى راضيه نوعا ما اثناء الليل اذا حذريه في احتمال تشكيل ضباب خفيف خاصه نقل السواحل الغربيه والوسطى. اخر ورقه لنختم بها النصره الجويه مشاهدينا الكرام هي المعلومات الفلكيه. المعلومات الفلكيه تخص دائما العاصمه وضواحيها تقول بالنسبه لشروق الشمس راح يكون على الساعه الثامنه تماما اما الغروب على الساعه الخامسه و44 واربع دقيقه باذن الله الى هنا مشاهدين الكرام ناتي واياكم الى ان هذه النشره كلكم لكم بقاو معنا اوقات ممتعه ما بقيت البرامج على الاقتصاديه الاولى سلام